لسه انا في منتخب مصر الفروسيه، فالحصان وقع فوقيا ومناخيري اتكسرت وما عملتهاش، سبتيها. تصدرت الممثلة المصرية حورية فرغلي للترند عبر جوجل بعدما ظهرت بأول إطلالة لها بعد إجراء 4 عمليات تجميل خضعت لها من أجل أنفها مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية. وظهر أنف حورية فرغلي بشكله الطبيعي في أول ظهور لها، إذ نشرت على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام صورة أعلنت من خلالها عن نجاح عملية التجميل 4 لأنفها، إذ ظهرت ملامح وجهها على طبيعتها، وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ومن المقرر وصولها يوم الأحد المقبل إلى مصر على أن تعود مرة أخرى إلى أمريكا في شهر آب أغسطس لإجراء عملية أخرى. All my fans، لكل جمهوري، مرسي أوي أوي أوي. من جهة ثانية، كانت حورية فرغلي قد طالبت منذ فترة جمهورها الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة في أنفها مع الطبيب الأمريكي بأحد مستشفيات شيكاغو، وهي عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعي. قلتلك عليه ده وهدفو كل الشفرة وهعرف كل حاجة عن النوري، يا إما مش هخليك تفعل لا في جواز ولا في خلفة. وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في الأنف في الأول من آذار مارس الماضي، وذلك بعد 20 يوما من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح، حيث كانت الأولى استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدري ووضعهما في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعي، والثانية تعديل الأنف لشكله الطبيعي ونحته. كان معايا راح فين؟ هلا راح يجيب الانفيتيشن ويجي. أنا معايا الانفيتيشن. طب شكرا. وكانت حورية فرغلي قد عبرت عن حزنها الشديد بسبب إصرار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول صورة قديمة لها بعد الجراحة الأولى لإصلاح أنفها، وادعى أن هذا هو شكلها الجديد، وأكدت أنها تشعر بالغضب، ووجهت رسالة صوتية من مقر إقامتها في أمريكا أشارت فيها إلى أن شكلها الحالي تغير كثيراً واستعادت شكل وجهها الطبيعي، ولكن الطبيب المعالج يمنعها من نشر الصور إلا بعد استكمال الجراحات المجدولة. أنا الحمد لله كويسة، عملت عمليتين، فضل لي الثالثة يوم الأربعاء إن شاء الله.